السلام عليكم طلاب، اليوم إن شاء الله راح نبدي بالموسفيت الديفايس الثاني. بالجزء المحاضرات اللي فاتت أخذنا الجيفيت اللي هو جاكشن فيلد إفكت ترانزستور. هسه اليوم إن شاء الله راح نبدي بالموسفيت اللي هو ميتال أوكسايد سيمي كوندكتر فيلد إفكت ترانزستور. فأخذنا أول حرف من كل كلمة هذني صار عندنا الموسفيت. الموسفيت ايضا نعبر يسمونه ب الانسوليتد جيت فيلد افكت ترانزستور اللي هو الاي جي فيت، او يسمونه بالاي جي فيت. الموسفيت شنو هو الموسفيت؟ يقول لك الموسفيت هو ان اكتيف ديفايس. شنو معناته ان اكتيف ديفايس؟ يقول لك اني تايب اوف سيركت كومبوننت with the ability to control the flow of electrons and known as active device such as BJT, FET والMOSFET. يعني أي جهاز إلى القابلية أن يتحكم بالتدفق الإلكترونات يسمونه active device، بينما الpassive device هو أي جهاز ليس له القابلية على التحكم بالتدفق الإلكترونات مثل الدايود والكباسيتر والترانسفورمر. هسه نجي الى انواع الموسفيت. الموسفيت مثل ما تذكرون بالمحاضره الاولى بهذا الفصل قلت لكم الموسفيت يقسم الى قسمين، ديبليشن تايب موسفيت يرمزون له بالرمز دي موسفيت، وبنوعين ان شانل وبي شانل، والنوع الثاني انهانسمنت تايب موسفيت اللي هو الاي موسفيت، وهم بنوعين ان شانل وبي شانل. يقول لك ذا construction for the two type is almost same. The construction أو التركيب مالت النوعين هو نفس الشيء، ما عدا بعض الاختلافات المهمة اللي هو شنو الاختلاف الجوهري بين the depletion type MOSFET والenhancement type MOSFET. هو أنه initially there is no channel between the drain and source in case of E MOSFET, while already there is channel in case of the MOSFET. وهسه راح نعرف شنو نقصد بها، انه يعني خلاصه هذا الحكي انه بالديبليشن تايب اكو channel، channel بالديبليشن تايب، بينما بالان انهانسمنت تايب ما بي channel. وهسه راح نعرف شنو نقصد بهذا الشيء. هذا هو الديبليشن تايب MOSFET. الديبليشن تايب MOSFET هو تقريبا نفس الجيفت، just there is a few different. إذن depletion type MOSFET هو تقريبا 90% نفس الجيفت. فال depletion type MOSFET الشانل اللي قلت لكم عليها اللي تربط الهاي الان وي هاي الان، هنا أنا اكو شانل، فهذا اكو شانل يربط السورس بمن الدرين. إذن ايش قصدنا احنا بهاي الملاحظه؟ انه بال depletion type MOSFET اكو شانل يربط بين الدرين والسورس مثل الجيفت، هم اكو بي شانل، بينما بالانهانسمنت تايب موسفيت ماكو شانل يربط الدرين بالسورس، وراح نشوفه ان شاء الله بالسلايدات القادمه. فهسه هنا اول فقره هسه احنا نعرفه انه هسه بالدبليشن تايب موسفيت اول فقره انه اكو بي شانل يربط الدرين بالسورس، هاي اول شيء. الشغله الثانيه ايش اكو بي بعد؟ اكو بي ماده عازله من الاسم. هسه هو شو اسمه اللي يعرفونه بالانسوليتد جيت، يعني الجيت هي معزوله. منين اجت هاي التسميه الانسوليتد جيت؟ وحتى راح نشوفها بالرمز مالته، نشوف الرمز مال ديبليشن تايب واضحه انه الجيت هي معزوله عن الدرين والسورس. فهسه الانسوليتد جيت مالته عازله يسمونها الاس اي او 2 اللي هي سيليكون دايوكسيد لاير. اكو هنا ماده عازله اذا تشوفون تعزل عازله الجيت عن من؟ عن الشانل، بينما الدي والاس هن مرتبطات، شوفوا مربوطات بالشانل. فاذا هذا هو الشغله المهمه، انه لازم تعرفون انه اكو ماده عازله بين الجيت والشانل، ولذلك سمي بالانسوليتد جيت،
وراح يشوفه بشكل واضح بالرمز مالته. هسه نجي الى هاي الفقرات اللي خاصه بمن بالدبليشن تايب موسفيت. طبعا هاي الفقرات طلاب مو حفظ بقدر ما هي فهم، انه تفهم، مجرد تفهم انه there is insulated material، اذا اكو ماده عازله between the gate terminal and end channel، اذا اكو ماده عازله بين الجيت والان شانل. الان شانل هذا هو الان شانل، هذا هو الان شانل، هذا هو، شوفوا هذا هو الان شانل، هاي مكتوب ان، هاي هي الماده العازله، هاي هي الماده العازله. فهسه النقطه الثانيه شو يقول؟ عندما وين ذا فولتج بتوين، وين ذا فولتج بتوين ذا جيت اند سورس از ايكوال تو زيرو، الفولتيه بين الجيت والسورس، هذا الجيت وهذا السورس، الفي جي اس اللي هي الفي جي اس تساوي صفر، هاي الفولتيه هسه، هاي الفولتيه شنو هاي؟ احنا عرفناها، هاي الفولتيه اللي اتحكم بيها بتيار الدرين. اذا مثل ما شرحنا بالمحاضرات اللي بالبدايه انه شلون اتحكم بهذا الديفايس، البي جي تي تتحكم عن طريق الاي بي، بينما هذا اسمه فولتج كنترول ديفايس، اتحكم به عن طريق الفولتيه، يا فولتيه هي فولتيه الفي جي اس، فهاي هي الفي جي اس هي الفولتيه التحكم. واذا سلطت عليه، اذا سلطت مثلا اذا اردت اشغله، هسه هاي فولتيه التحكم واحد، والفي دي اس هي الفولتيه اللي اريد اشغله بها. فاذا سلطت فولتيه في دي اس بين الدرين والسورس، فولتيه موجبه يعني الموجب على الدرين والسالب على السورس، مصدر دي سي، الموجب مالته على الدرين والسالب مالته على السورس، فايش راح يصير؟ الالكترونات راح تنجذب نحو البوزيتيف تيرمينال، هنا مو اكو الكترونات، هذا هو ان شانل، هذا هو ان شانل موسفيت، ان شانل دي موسفيت. فهنا اكو الكترونات، بما انه الالكترونات تنجذب نحو الجزء الموجب وتتنافر مع الجزء السالب، لان الالكترونات هي سالبه. فايش راح تنجذب الالكترونات؟ تنجذب نحو الجزء الموجب اللي هو الدرين، انا مو مسلط هنا فولتيه موجبه وهنا فولتيه سالبه، راح الالكترونات تنجذب نحو الجزء الموجب، فراح تبدي تتحرك تصعد من السورس للدرين. ف من راح تتحرك راح يتولد تيار، راح يمر تيار بين السورس والدرين. إذن الالكترونات بوزيتيف، so in this case the electron will start moving، إذن الالكترونات راح تبدي تتحرك من السورس الى الدرين، ولهذا السبب راح يمر عندنا تيار من الدرين للسورس، راح يتولد عندنا تيار من الدرين للسورس. طبعا هذا الشرح هو بالضبط نفس شرح الجيفت، انا شرحته بالتفصيل الجيفت، وهذا اعاده، يعني اعاده بس بفرق واحد، راح نعرف شنو هو الفرق الواحد، هذا فرق هذا الديفايس عن الجيفت، يعني فرق الدي موسفيت عن الجيفت شنو هو؟ هسه راح نعرفه. هسه لحد الان احنا نفس الشيء، بعدين شو نسوي؟ اذا زيدنا الفي دي اس اكثر مور اند مور، التيار راح يزيد، تيار الاي دي راح يزيد، ونوصل الى مرحله من الفي دي اس، احنا مو نظل نزيد بالفي دي اس، نزيد بها الى ان نوصل الى فولتيه معينه، شو يصير بها التيار الاي دي؟ يصير بها التيار الاي دي كونستانت ويساوي الاي دي اس اس. واذا تذكرون بالكاركترستيك ما جيفت انه احنا الفي دي اس زيدنا خل يصعد هيك شيء، وينها؟ هذا هو الرسم مالتها مثلا، فظلينا نزيد بالفي دي اس، ظل التيار يصعد هيك يصعد يصعد لحد ما وصل الى فولتيه معينه من الفي دي اس وصار كونستانت. هذا من يصير كونستانت هو معناته الاي دي اس اس، اوكي؟ فهاي الفي دي اس، هاي الفي دي اس ظليت ازيد بها لحد ما وصل التيار الى كونستانت، هي هاي تشرح لك هاي النقطه. فاذا تشوفونها هي مو حفظ، يعني انتم مو تشوفون هذا حكي هواي معناته حفظ، لا، فهم لي اياه. انا ما اجيب لك مثلا، اجيب لك الديبليشن تايب موسفيت وعدد لي الاوراق، عدد لي النقاط الموجوده بالبي دي اف مثلا الصفحه رقم 2، لا، اجيب لك سؤال فهم، يعني تفهمني من هذين الفقرات انه اكو ماده عازله الفولتيه بالبدايه صفر
وصلتنا فولتيه موجبه، الالكترونات بدها تتحرك من السورس للدرين، من بدها تتحرك من السورس للدرين بدا يمر تيار، ومن اظل ازيد بالفي دي اس راح يظل التيار يزيد الى ان يوصل الى مرحله يصير كونستان ثابت، وهذا التيار بهاي المرحله نسميه الاي دي اس اس. هسه نجي اذا زيد نهايه اخذناها، اذا الفي جي اس سويناها نيجاتيف، الفي جي اس اذا سويناها سالبه، بس احنا بالبدايه صفر، زين اذا سويناها سالبه ايش راح يصير عندنا؟ الالكترونات ريكومبينيشن يعاد ترتيبها مع الفجوات، الريكومبينيشن انكريز وذ انكريز ذا نيجاتيف فولتج، يعني الالكترونات راح يعاد تركيبها بزياده الفولتيه السالبه راح تزداد اعاده الريكومبينيشن. وايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك التيار الاي دي راح يقل وذ زياده النيجاتيف فولتج. اذا هاي الخطوه هي بالضبط نفس الجي فيت، هميا انه انا الجي فيت من سلطت عليه فولتيه سالبه وقلت انه كل ما اظل ازيد بالفولتيه السالبه كل ما الاي دي يقل 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 الى ان نوصل الى مرحله انه الفي جي اس احنا ما نظل نقلل نزيد بها لحد ما نوصل الى الفولتيه الفي بي اللي هي يعطينا اياها بالسؤال اللي هي البنش اوف فولتج. فمن نوصل للفي بي راح يصير التيار صفر، اذا اي دي ويل بي زيرو، وكاتب لك هنا سيم اس جي فيت. هسه الحدث اللي هنا بالضبط نفس شرح الجي فيت. هسه نجي الى نقطة الاختلاف اللي هي نقطة واحدة، الاختلاف الجي فيت عن الدي موسفيت. شنو هي النقطة؟ يقول لك the difference between جي فيت and دي موسفيت there is ability، هنالك إمكانية لتطبيق positive voltage VGS in case of موسفيت. VGS cannot be positive in case of جي فيت. إذا تذكرون قلت لكم أنه بالجي فيت من غير الممكن انه نسوي الفي جي اس صفر، لان التيار راح يصير كلش عالي وممكن يحرق لي الجهاز اللي هو الديفيت. بينما بالدي موسفيت طوروا اكثر، فسووا خلوه يستقبل فولتيه موجبه، ماكو مشكله. اذا ايش راح يصير عندك من تريد تحلل دي سي بايزنج؟ اذا تتذكرون بالديفيت احتاجيه 3 نقاط ومعادله شوكلي، هنا بالدي موسفيت لا، احتاج 4 نقاط ومعادلة شوكلي. ال4 نقاط أول 3 بالضبط نفس الجيفت، النقطة الرابعة راح تختلف وراح نشوفها شنو هي. يقول لك هنا when we apply positive voltage on the gate terminal the الكترونات راح تنجذب نحو الـ N channel. الالكترونات هنا منطبق فولتية موجبة هنا، فراح الالكترونات وين تنجذب؟ تنجذب نحو الـ N channel. و النمبر اوف فري الكترونات راح يزيد افتر ذا كرنت اي دي ويل انكريز، اذا الاي دي راح يزيد نطبق فولتيه موجبه، وراح شنو نطبق هاي الفولتيه الموجبه؟ الاي دي راح يعبر الاي دي اس اس، احنا قلنا بالجيفت ما يصير نعبر الاي دي اس اس لان يحترق الجهاز، هنا طوروا شويه فممكن انه الاي دي يصير اكبر من الاي دي اس اس. In case of the MOSFET we can make إذن هاي الخلاصة مالي الحكي أنه بالدي MOSFET ممكن أنه تكون ال VGS موجبة لو صفر لو سالبة، بينما بالJFET من غير الممكن أن تكون موجبة، فقط سالبة وصفر. هنا نوهت على ال B channel دي MOSFET، ال B channel راح يصير بالضبط عكس ال N channel. هسه هذا هو الشرح لل N channel. فبال البي شانل ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك البي دي اس لازم اطبقها موجبه، هنا ايش راح يصير عندك؟ اذا عندك هنا البي شانل هنا راح يصير ان، هنا راح يصير عندك هذا راح يصير بدال البي راح يصير ان، وبدال الان هنا ايش راح يصير عندك؟ بي، بدل ما تطبق فولتيه موجب سالب بالان شانل لا، ايش راح تطبق؟ راح تطبق سالب موجب، يعني هنا سالب وهنا الموجب وين؟ في حاله البي شانل. و هاي خلينا نلغيها. وين استمر بالفولتيه هم يعني عندما تكون صفر الفجوات راح يعني بالضبط عكس ذاك. هذا هو الرسم راسم لك اياه هنا، انه البي هنا فراح يصير عندك بي شانل مو ان شانل، وهنا
هاي هي الـ N، ونطبق إنه فولتية في جي اس تساوي صفر، فراح الفجوات راح تنجذب وين؟ نحو الجزء الموجب. وين الجزء الموجب؟ اللي هو السورس هنا أنا بهاي الحالة، فراح تنجذب، فراح يسري تيار، وراح يمر عندنا تيار اي دي. اذا سوينا الفي جي اس موجبه فالهولز ريكومبينيشن اند وين وي انكريز الفي جي اس نمبر اوف هولز راح يقل، والتيار راح يقل، والفي جي اس النيجاتيف اذا سلطنا. هاي شوفوا هاي الفقره، هسه هاي من صارت الفي جي اس بوزيتيف التيار اي دي صار اكبر من الاي دي اس اس، بينما بالبي شانل راح نسلط فولتيه سالبه عكس ذاك بالضبط. كنا نسلط فولتيه سالبه ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك الاي دي اكبر من الاي دي اس اس، وهاي هي الكاركترستيك مالته، انه انت بالبدايه عندما الفي جي اس تساوي صفر صار عندك الاي دي اس اس، من انطيت فولتيه موجبه عبر الاي دي اس اس عبر الاي دي اس اس، من انطيت فولتيه موجبه، من انطيت فولتيه سالبه كل ما ظليت تزيد بها كل ما التيار الاي دي ظل يقل، الحد ما وصلت الى مرحله انه الفي جي اس تساوي في بي، فصار عندك التيار يساوي صفر. هاي هي الترانسفير كاركترستيك، انه هاي من التسقيط منها رسمناها، او انا ثبتت عليها الطريقه الثانيه. هسه احنا الترانسفير كاركترستيك يمكن ان نرسمها بطريقه ثانيه، اما من الاوتبوت درين كاركترستيك ونسقط الكيرفات وكلهن نسقطن، هذا نسقطه هنا وهذا نسقطه هنا، وكل من قيمته الحد ما ترسم عندي الترانسفير كاركترستيك بالضبط نفس الجي فيت هذا بالضبط، ما عدا النقطه هاي اللي هي تختلف. فهسه النقطه الاولى اللي هي اذا تذكرون بي جي فيت قلت اسوي الفي جي اس تساوي في بي ويطلع لي الاي دي يساوي صفر، النقطه الثانيه اسوي الفي جي اس تساوي في بي على 2 واطلع الاي دي اللي هو طلع اي دي اس اس على 4، النقطه الثالثه اللي هي نسوي هنا الاي دي اسوي صفر، هنا الفي جي اس اسويها بالصفر فراح يطلع اي دي يساوي الاي دي اس اس اللي هي هاي النقطه. النقطه الرابعه اللي هي نختار قيمه موجبه للفي جي اس اقل من مطلق في بي على 2، يعني شنو القصد من هاي؟ القصد انه انت الفي بي معطيك اياها مثلا 6، هسه هنا خلينا نوه عليها، هاي هنا معطيك الفي بي تساوي سالب 6 مثلا، في بي اوكي تساوي سالب 6، احنا شنو نقول؟ نقول انه نختار قيمه موجبه للفي جي اس، اذا الفي جي اس لازم قيمه موجبه، في جي اس هنا احطها بصفي قيمه موجبه اقل من في بي مطلق في بي على 2، اذا الفي بي هي ايش قد؟ سالب 6، المطلق مالتها 6 اوكي؟ مطلق السالب 6 هو 6 على 2 تقسيم 2 فرش قد راح يساوي؟ راح يساوي لي 3. هو شو يقول لك؟ يقول لك الفي جي اس تختار لها قيمه اقل من في بي على 2، يعني اقل من الثلاثه، اقل من الثلاثه مثلا ايش قد تاخذها؟ كيف تاخذها 2 تاخذها 1 يطلع عندك نفس الحل. وهاي هي النقطه الثالثه. من اختاريت هاي مثلا اختاريتها او فرضتها، هي فرضيه انه انا اقول الاقل من مطلق في بي على 2، الفي بي على 2 طلعت عندي 3، اقل من عندها هي 2 2 ونص 1. المهم انه اختاريت القيمه للفي جي اس، شو تسوي هاي الفي جي اس انت مختاريتها؟ تروح تعوضها بمعادله شوكلي وتطلع الاي دي، وراح يصير عندك نقطه اللي هي الفي جي اس والاي دي، وتثبتها هنا اللي هي هاي الفي جي اس، الفي جي اس مثلا 1، وهنا الاي دي ايش قد طلع عندك من حسبت من معادله شوكلي، راح يصير عندك هاي النقطه الرابعه وراح توصل بيناتهم. فهذا هو فرق الديموسفيت عن الجيفت. يعني تخلي ببالك، شوف اخوان خلوا ببالكم، الجيفت هو بالضبط نفس الديموسفيت، ما عدا انه الديموسفيت بفرق واحد اللي هو النقطة الرابعة بأربع نقاط. منين اجت النقطة الرابعة؟ لأنه الـ VGS ممكن أن تكون موجبة. يعني من أجيب لك سؤال أقول لك شنو الفرق الوحيد بين الجيفت والديموسفيت، تقول لي أنه بالديموسفيت عندنا إمكانية أنه ناخذ الـ VGS موجبة تصير قيمة موجبة، بينما بالجيفت
غير ممكن انه ناخذ الفي جي اس قيمه موجبه، هو هذا الفرق بيناتهم، والباقي نفس التحليل بالضبط، وراح يشوفون بالامثله نفس الحل، احل بالضبط، ابدي انه ابدي اطلع من معادله شوكلي، اطلع النقطه الاولى، النقطه الثانيه، النقطه الثالثه، وبعدين الاختلاف الوحيد انه اطلع نقطه رابعه واسقطهن، بينما اللود لاين هو بالضبط راح نفس الجي فيت بتحليل الدي سي، ونفس للدي موسفيت اللود لاين، ونفس للاي موسفيت اللي راح ناخذه ان شاء الله هسه. راح نشوف الترانسفير هسه، هنا عندك الترانسفير كاركترستيك مالت البي شانل، هنا راح يصير بالعكس، هاي بدت من السالب وصعدت وصلت للموجب، هنا لا تبدي من الموجب وتروح للسالب، بينما هاي ال اوتبوت درين كاركترستيك اللي هي راح تخلي التيار الاي دي يصير اكبر من الاي دي اس اس، هي البي جي اس من تصير سالبه مثل ما شرحت قبل شوي. وهنا أنا كل ما تسوي الـ VGS موجبة أكثر، كل ما يصير التيار الـ ID قل لحد ما يوصل للصفر، شوكة من الـ VB تساوي VGS، يعني الـ VB هنا أنا من أعطيك B channel معناته الـ VB أعطيك إياها موجبة لازم هنا. الرمز مالته، الرمز مالته شوفوا نوهت عليه من ساعة، قلت لكم أكو insulated gate بين الـ channel بين الجيت والانتنال اللي هو هذا، واضح انه ماكو اتصال بيناتهم. وبالنسبه لي هذا يسمونه سب ستريت، هذا يربط داخليا مع السورس، يربط داخليا مع السورس، هذا هو الطرف الرابع. فاحنا نلاحظ انه الموسفيت فيه ثلاث اطراف فقط، بينما هذا يعني انا جاي اشرح لكم اخوان المبدا العمل مالته شلون جاي يشتغل وشلون جاي يولد اي دي تيار اي دي. فهاي قلنا هذا السهم يشير لك للان شانل، قلنا هذا الفراغ اللي بيناتين هو يشير لك الى انه اكو انسليتد جيت اسمها اس اي او 2 اللي هو اسمها هنا حطيناه اللي هي سيليكون دايوكسيد لاير بين الجيت والان شانل. وهنا قلنا مربوطات داخليا اللي هو هذا السب ستريت وهذا هو السورس، فقلنا مربوطات داخليا فراح يطلع لي الرمز بهذا الشكل، بينما بالبي شانل السهم للخارج فقط. The relationship between ID and VGS and the MOSFET same for JFET. اذا هاي معادله شوكلي هي نفسها اللي استخدمتها بالJFET، يعني هاي يا اخوان اذا اكو شيء كان مبهم بالJFET راح هاي المحاضره راح المحاضرات الجايه يعني راح تكون اعاده لك للجيفت. فالمعادله اللي استخدمها العلاقه بين البي جي اس والاي دي بالجيفت وبالدي موسفيت هي نفسها وحده، اللي هي الاي دي يساوي اي دي اس اس واحد ناقص في جي اس على البي بي الكل تربيع. هاي بالنسبه لمن؟ بالنسبه للدي موسفيت والجيفت. الاي موسفيت لا، راح يصير العلاقه تختلف، الاي دي اكو علاقه معادله ثانيه هسه راح نشوفها. هسه عندنا الاي موسفيت، الاي موسفيت سووا هسه هم بالدي موسفيت، ولاحظتوا انه انا اول ما سلطت فولتيه هنا في دي اس، يعني شلون الجهاز ركبته وشغلته، اول ما شغلته ولا التيار ظل يمر تيار، فهاي الشيء مو منطقي. يعني انا بعدني انا المفروض انا الجهاز المفروض انه انا من اريد اشغله اول ما اشغله اكون نقطه تحكم به، اول ما اشغله اريد اطافي، انا ما اريد اول ما اشغله راح يمر تيار. لا تذكرون انه انا شرحت انه قلت الفي جي اس بعدها صفر واكو تيار مر، بس سووا بالاي موسفيت قالوا راح شو نسوي بالاي موسفيت، انه هذا ذا مين ديفرنس بين اي موسفيت اند دي موسفيت نو شانل، سووا شالوا هذا الشانل. احنا مو قلنا بالاي موسفيت، اذا اقول لك شنو الفرق الجوهري بين الدي موسفيت والاي موسفيت، فتقول لي انه بالاي موسفيت او الانهانسمنت تايب موسفيت ماكو شانل بين الدرين والسورس، اكو شنو. فهسه نفس الكلام، وهنا اكو ماده عازله بالضبط نفس الشيء بس شاله والشنل. هسه يقول لك اذا سلطنا فولتيه في جي اس الشنل راح يتكون، ها الا اسلط في جي اس، يعني الفي جي اس اذا صفر الجهاز طافي اوف، الا اسلط، يعني هاي صارت اكثر منطقيه. هسه اذا تلاحظون انه انا الجهاز شكله بالكهرباء بس بعد ما دام ما مسلط فولتيه في جي اس، اذا ما عندي تيار يمر، الا اسلط يلا يمر عندي تيار. فهاي يعني اكثر منطقيه انه انا ابدا اتحكم من ابدا ازيد بالفولتيه في جي اس لحد ما يمر عندي تيار.
فيقول لك افتر يعني بعد ما نطبق فولتيه في جي اس الشانل راح يتكون بيناتهم، راح يتكون شانل وراح تمر به الكترونات وراح يمر به يتولد تيار، وايل بينما الشانل غير موجود قبل تطبيق الفولتيه، يعني الشانل ما موجود، اذا الفولتيه صفر فالشانل ما موجود، اذا الفي جي اس صفر فالفولتيه بتوين ذا درين اند سورس، يعني اذا الفي جي اس صفر وطبقنا الفولتيه بتوين ذا درين اند سورس ذير از نو كرنت ويل فلو، يعني ماكو كرنت يمر حتى لو طبق فولتيه في دي اس، فما دام الفي جي اس صفر ماكو تيار راح يمر، واذا هذا هو راح يكون الاوف كونديشن، شرط الاوف، اذا شرط الاوف اذا عندك الفي جي اس صفر خلص معناته التيار الاي دي ساوي صفر، اذا طبقنا بوزيتيف فولتج في جي اس سوى بوزيتيف فولتج بدوين واكو فولتيه موجبه بين الترين والسورس الالكترونات راح تبدي ونفس يرجع من نفس مبدا العمل، اذا راح تبدي الالكترونات تتحرك من تنجذب نحو الترين لان هذا النوع هو ان شانل، فالان ينجذب نحو البوزيتيف وراح يتولد شانل، شو وقت يتولد شانل؟ يقول لك اف وي انكريز ذا بوزيتيف فولتج في جي اس، يعني الفي جي اس مو اول ما نطبقها راح يمر تيار، لا ابدا ازيد بيها ازيد بيها الى ان اوصل الى فولتيه او اعبرها، المفروض اعبرها الى ان اوصل الى فولتيه معينه اعبرها، ورا ما اعبرها هاي الفولتيه المعينه شو يسمونها؟ يسمونها الثريشولد فولتج، نرمز لها بالرمز في تي، وبعض المصادر ترمز لها بالرمز في جي اس بين قوسين تي اتش، اوكي؟ ف يقول لك اعيدها انه انا ابدا ازيد بالفولتيه في جي اس، ابدا ازيد بها ازيد بها الى ان تتكون عندي طبقه يسمونها الانفيرجن لاير، انت مو تظل تزيد بالفي جي اس، وهاي يعني واضحه اخوان، يعني اكثر منطقيه انه انت تبدا تزيد لحد ما يمر عندك تيار، فراح انت وانت تزيد توصل الى فولتيه معينه ايش راح تتكون عندك؟ يسمونها انفيرجن لاير، الانفيرجن لاير راح تعمل كشانل بين الدرين والسورس، يعني هاي الانفيرجن لاير راح تعمل ويل اكت از شانل بين الدرين اند سورس، وبسبب ولهذا السبب راح يمر عند التيار، والفولتيه الفي جي اس اللي عبرت لي تيار مو اللي بعدها صفر، اللي ولدت لي تيار وعبر تيار سميها بالثري شولد فولتج اللي هي الفي تي، وهسه راح نشوفها بالامثله ان شاء الله، يعني انه شرط هنا هسه هاي الزبده مال هذا الحكي، انه شرط انه يمر عند التيار لازم الفي جي اس يصير اكبر من الفي تي، لازم اعبر الفي تي يلا يمر عند التيار، وراح نشوفها بالكاركترستك. يقول لك اوف وي ابلايد بوزيتيف فولتج في دي اس الالكترون اتراكت اند تو ذا ترين and the current will flow، يعني راح يتولد عندك تيار، انه هو هشرح عليه انه احنا مسلطين فولتيه في دي اس، وهنا انا منطيها في جي اس، يعني مولد لي شانل مثل ما يقولون، فتولد عندي شانل ومسلط فولتيه راح يمر عندي تيار، وهاي الفي دي اس نفس الكلام بالضبط، همين من راح اوصل ازيد الفي دي اس لحد ما اوصل الى مرحله اوصل الى الاي دي اس اس اللي هو الكونستانت، فهاي اللي هي الترانسفير كاركترستيك مالت من مال اي موسفيت، لو تلاحظون انه بديت من صفر 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 الى ان وصلت الى عبرت الفي تي، الفي تي مثلا نقول واحد او واحد ونص، فمن عبرتها يلا بدا يتكون عندي تيار، فهاي هي الترانسفير كاركترستيك مالت من مال اي موسفيت. بالنسبه الى هاي الدرين كاركترستيك لو تلاحظون انه انا الفي جي اس بديت بيها بسته، فشوف التيار عالي نقصت لحد ما اوصل الى مرحله انه الفي جي اس تساوي الفي تي، احنا مو قلت هنا انا اللي اعبر الفي تي يلا يتكون عندي تيار يتولد يمر عندي تيار، فهنا ما دام الفي جي اس يساوي الفي تي معناته التيار يساوي صفر، كت اوف كونديشن، بعد ما اعبر الفي تي من اعبرها يلا يتكون عندي تيار، وفس عبرتها صارت ثلاثة تولد عندي تيار، هنا اثنين الفي جي اس تساوي الفي تي فما تولد عندي تيار، شرط الكونديشن هذا اخوان هذا الشرط جدا مهم، هذا الشرط الفي دي اس هي اكبر او تساوي في جي اس ناقص في تي، هذا الشرط اللي
يشتغل بالديفايس بالساتوريشن ريجن. هذا ممكن يجيك اثبات، ممكن يجيك يعني مو اثبات، وانما يعني اعطيك فد مجموعه قيم واقول لك تحقق انه هل هذا الديفايس يشتغل بالساتوريشن ريجن ام لا. عندك شنو انا نوهت عليه الفرق، الفرق بين الدي موسفيت والاي موسفيت هو هاي المعادله. هناك كانت معادله شوكلي سميناها، هنا لا، هاي المعادله اسمها الاي دي يساوي كي في جي اس ناقص في تي الكل تربيع. الكي شلون نحسبه؟ من الاي دي اون، هذا اللي اعطيك اياهم بالسؤال، الاي دي اون الفي جي اس اون والفي تي، فتحسب بها كي، ترجع الكي تعوضه هنا وتطلع التيار اللي درين. هسه بالنسبه الى البي شانل بالعكس، عكس هذا صار، عكس هذا واضح. هو الرمز مالته، الرمز مالته اخوان ضروري جدا تنتبهون عليه، انه هنا اكو انسوليتد جيت. اوكي، وشوفوا هذين الخطوط المتقطعه لو تتذكرون بالديبليشن تايب كان الخط واحد. ليش؟ لان اكو شانل، بينما هنا ماكو شانل، لذلك رسموهم خطوط متقطعه انه كل واحد ماكو ترابط بين الدرين والسورس. وهاي ملاحظه جدا مهمه تركزون عليها. اذا اجيب لكم شنو الفرق بين الاي موسفيت والدي موسفيت، فتنطيني الفرق وترسم لي الرموز مالتهم، ترسم لي الرموز مالتهم وتقول لي انه لان هنا ماكو شانل فرسمناهم خطوط منقطه. اذا تلاحظون بينما بالدي موسفيت ايش رسمتهم؟ خط واحد، هذا شوفوه خط واحد. ليش؟ لان اكو شانل، هذا هو الشانل اللي يربطهم بالدي موسفيت، بينما بالاي موسفيت ماكو شانل بيناتهم. هذا اكو بعض المصادر تستخدم هذا الرمز ايضا فتحفظونه. هذا الرمز يرمز لك للاي موسفيت بالان شانل، وهذا الرمز يرمز لك للاي موسفيت بالبي شانل، فلازم تعرفونهم. والى هنا ننهي محاضرتنا، شكرا لكم.